السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة مصطفى البارودي. كما العادة موضوع جديد وخبر جديد. خبر الإخوان هو تنظيم رحلة استثنائية ما بين ميناء، غادي تنطلق من الميناء ديال طنجة للميناء ديال الخزيرات، وغادي نخلي لكم المعلومات كذلك. وفي هذا الفيديو هذا نيت غادي نذكر واش كاين الإمكانية باش أنها دار يعني عملية سياحة أو استقطاب سياحي هنا في إسبانيا، وتعطي يعني تأشيرات ديال السياحة، فيزا ديال السياحة للمغاربه وكذلك الجزائريين. واش اسبانيا موجوده باش انها تعطي الفيزا ديال السياحه او لا هاد السنه ديال 2021 ولا الصيف ديال 21؟ وكذلك واش المغرب، هاد الاسئله غادي نجاوبوا عليها وبالادله، واش المغرب كذلك انه غادي يساهم في العمليه ديال مرحبا 2021؟ لان لحد الان مازال ما خرجتش الجواب. واش غادي يخلي يعني المواطنين المغاربي يخرجوا من المغرب يمشيو كسياحه في الدول الاوروبيه وخاصه في اسبانيا؟ هذا هو اللي غادي نجاوبوا عليه. لكن الاخوان قبل ما نبداو في الفيديو، كنطلب منكم لي جيم، دعمونا بلي جيم باش ان المعلومات ولي فيديو ديالنا يوصلوا لاكثر عدد من المشاهدين وتوصل لهم المعلومه الصحيحه. وتحياتي لكم، وخليو لنا كومونتير، راني كنقرا جميع الكومونتير وكنجاوب عليهم. ما تنساوش البارطاج. اول شيء غادي ندويو على الفيزا، واش غادي تكون هذا العام ولا لا، فيزا ديال السياحه. حسب المصادر الحكوميه الاسبانيه وحسب رئيس الحكومه الاسبانيه وزيره السياحه الاسبانيه، قالوا بان اسبانيا محتاجه واحد الاحتياج كبير اقتصاديا للانتعاش الاقتصادي، للانتعاش السياحي، باش انها تفتح الابواب ديالها للسياحه. وكذلك جاها يعني واحد الدعم من الاتحاد الاوروبي والمفوضيه الاوروبيه، كدعم يعني اسبانيا انها تقدم وتفتح يعني المنتجعات السياحيه ديالها، وتنظم يعني الصيف السياحي ديال 2021 بطريقه يعني كما المعتاد اللي كتعتاد عليها اسبانيا، لان اسبانيا هي الاولى في اوروبا من حيث يعني عدد ديال السياح اللي كيدخلوها سنويا، حيث انك كيدخلها كما كنقول لكم هذه المعلومه دائما، ما يقارب 80 مليون سائح سنويا كتدخل هنا اسبانيا، وخاصه في موسم الصيف كتجي من اوروبا كامله ومن شمال افريقيا ومن اسيا وامريكا، لكن اوروبا كامله اكثر اوروبا الشماليه كتهبط لهنا اسبانيا باش انها تدوز يعني الصيف هنا، البحار الجو كيكون سخون الى اخره، لان كتعرفوا الشمال كيكون دائما هذا. زائد بان المغاربه كيجيو واحد العدد كبير كما ذكرتكم، كذلك بان غير العدد ديال التراميتيس ديال الطلبات اللي كتدفع في المغرب ما يقارب 800 الف حتى 900 الف طلب تاشيره فقط للسفاره لإسبانيا في القنصليات ديالها المعتمدة في المملكة المغربية، 800 ألف، فكتقبل منهم واحد العدد وكترفض واحد العدد. يعني أن واعتدنا في السنوات الأخيرة أن إسبانيا كتعطي يعني تأشيرات سياحية بزاف، كتعطي لصحاب 3000 درهم، كتعطي لصحاب 4000 درهم، 3500، كتعطي لصحاب اللي عندهم يعني خدموا غير واحد 6 ديال الشهور، كتعطي بضمانات ضعيفة. عرفنا بأن إسبانيا كانت كتبغي تشجع السياح وكتدخلها، فما بالك هادشي كندويو على 2018، على 2019، كندويو على 2017، فما بالكم غادي ندويو على 2021، على واحد الدولة كما يعني كيقول رئيس الحكومه بيدرو سانشيز، كيقول بان الاقتصاد الاسباني مبني كامل تقريبا على يعني مجال سياحي، ومجال سياحي باش انه يرجع خصهم يفتحوا، لان الفلوس اللي كانت كتجي من المجال السياحي كانت كتجي من داك 80 مليون سائح اللي كتجي من خارج البلاد، ماشي من داخل البلاد، من خارج البلاد. اذا باش انهم يردوا الاقتصاد واسبانيا ترجع قويه اقتصاديا، هما انهم اول شرط خصهم يديروا يفتحوا الحدود مع الدول الاوروبيه خارج دول الاتحاد الاوروبي مثل المغرب ولا مثل الدول الاخرى والجزائر الى اخره، خصهم يفتحوا كذلك الحدود خارج الاتحاد الاوروبي. وشنو يديروا؟ يمنحوا تاشيرات ديال الدخول، تاشيرات ديال السياحه. وهذا ما اكدت عليه وزيره السياحه في عده تصريحات سابقه، قالت بان اسبانيا مؤهله وراه كتوجد يعني التامين الصحي. اسبانيا اللي كتسنى دابا هي ما كرهتش اسبانيا كما قالت وزيره السياحه انها تفتح من غدا في التصاريح السابقه، لكن كتسنى يعني تدير التأمين الصحي كل لقاح سريع، كما أكد رئيس الحكومة بأن قال اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، هو التسريع في عملية اللقاح هي الكفيلة باش أن إسبانيا تولي في هذا الصيف هذا تفتح يعني الأبواب ديالها للتأشيرات. حنا دابا ذكرنا إسبانيا، إسبانيا مأهلة كما قالت الحكومة، موجدة حاضرة، المنتجعات السياحية، التأمين الصحي، في التلقيح غدا مزيان، إذا كلشي كاين. ولكن واش المغرب غادي يخلي السياح ديالو يخرجوا يجي ياخذوا يطلبوا الطلب ديال السياحه ويجيو هنا؟
علامة استفهام. علاش؟ لأن حقيقة عجيب وغريب وعجيب أن الحكومة المغربية ما كتصدرش، ما كاينش شي والله إلا كيضحك الموضوع، ما كتصدرش يعني شي معلومات، شي تصاريح أو لا شي هدف للتواصل مع الجالية وللتواصل كذلك مع المواطن المغربي اللي كيبغيو يخرجوا لبرا. ما عطات لا لصحاب الجالية امتى اللي باغيين يدخلوا أرض الوطن ديالهم، امتى غادي دير عملية مرحبة، واش غادي تأجلوا ولا لا، التاريخ، واش بعدا نتوما ناويين ولا ما ناويينش، واش هذا، حتى شي حاجة ما خرجت. اسبانيا كدوي كيهبطوا الكاميرات كيصوروا في الميناء، كيقول لك هو واجد، دو مع المدير ديال الميناء ديال الخوزات قال لي انا واجد، وكل شيء دوا قال احنا واجدين. اسبانيا ما بقاش فيها جرام ديال الديفو، لكن المغرب والو ما مسوقش، بحال ما كاين والو، بحال ما كايناش داك 8 المليون ديال الجاليه اللي كتعيش خارج ارض الوطن، اللي ايغال يعني 5 المليون اللي مسجله، يعني وكتدخل 5 المليون، داك 5 المليون بحال اللي ما كايناش، راه ماشي واحد ولا جوج، داك 5 المليون ما كيسمعوهاش، فما بالكم وما عاد يدوا على التأشيرات ديال السياحة. إذا أنا كنقول بصح بعدا يفتحوا، إلا تفتحت، إلا المغرب وافق على عملية مرحبا 2021، تفتحت الحدود وبقى غادي مزيان يعني في التلقيح. لكن للأسف حنا دابا سمعنا بأن الفيديو اللي غادي ندير لاحقا، سمعنا بأن يعني اش كيتسمى هاد كورونا جديدة ديال الهند المتحورة دخلت المغرب. نتمنى باش الناس تبقى في ديك الحاله ولا في ديك الجوج اللي يسيطر عليها المغرب، باش ان يعني ما يجيوناش حالات واحده اخرى اللي ممكن بان المغرب يدير تمديد في تعليق الرحلات ودير تمديد في هذا، ومن الممكن بانه يمشي للخيار ديال الغاء عمليه مرحبا 2021، وهذا هو اللي ما بغيناش. لكن ان شاء الله على حسب التقارير الاسبانيه، على حسب الحكومه الاسبانيه، فاسبانيا مأهله باش انها تعطي التاشيرات ديال السياحه للمغرب هذا العام، وتعطي يعني لجميع السياح من كاع الدول، وتفتح المنتجعات السياحيه ديالها. لان اسبانيا ابتداء من هذا الاسبوع هذا من 9 ماي غادي تحيد حاله الطوارئ الصحيه، ما تبقاش اصلا شحال سميتها حاله الطوارئ ولا حقه 8 ولا حقه نو، صافي غادي تولي الحياه العاديه بواحد الاجراءات غادي تكون متاحه للحكومات الاقليميه في حاله يعني لا ارتفع شي بلاصه ولا هذا، الحكومه الاقليميه كدير. لكن كدوله ما كاينش حاله الطوارئ، غادي ترفع نهار 9 ماي. اذا اسبانيا صافي رجعت الحاله ديالها، خص غير المغرب ان شاء الله تا يرجع الحاله ويتواصل ويعطي شي معلومات واش غادي تكون يعني عمليه مرحبا والتاريخ الى اخره. لكن نقول لكم بان غادي تكون واحد 90% غادي تكون عمليه مرحبا، لان حتى المغرب يمكن جانا وضيعها اقتصاديا، ضيعها العمليه داز هذا العام، لا يعني هذا العام كاين اللقاح، كاين بزاف الامور، فما نظنش انه غادي يضيعها، ممكن انها تاخر شيء. اما الموضوع الثاني الاخوان باش ما نطولش عليكم، الموضوع الثاني هو ديال الرحله الاستثنائيه، الناس العالقين ولا الناس الطلبه ولا اللي يعني حاصلين على الجنسيه او لا اللي عندهم تجمع عائلي الى اخره. كاين رحله استثنائيه لاجلاء يعني هاد الناس هادو، كذلك الطلبه غادي تكون لاجلاء يعني هاد الناس هادو من ميناء ديال طنجة المتوسط الى ميناء ديال الخزيرات نهار 5 ماي، نهار 5 ماي، يعني اليوم الثلاثاء، اليوم الاثنين الثلاث غادي تكون 4، نهار الاربعاء 5 ماي، غادي تنطلق من الوحدة مساء 5 ماي 2021. تصريح إقامة في إسبانيا وركبات المشجرة في الاتحاد الأوروبي دير طن طن، هادو كاملين يعني اللي عنده الإقامة لهذا كل شيء غادي أنه عنده الحق أنه يتسجل. وهذا الرابط هذا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف ونخليه لكم في أول تعليق، كتدخلوا منه راه فيه المعلومات، ممكن أنك تترجمه بالعربية باش اللي ما فاهمش ما عرفش يقرا. خصك تكون درتي البي سي آر يكون ما تعداش 72 ساعة، يعني هذا هو الامر. طنطان ديال المعلومات بحال المعلومات اللي كنت عطيت قبل في الرحله الاستثنائيه، باش ما نطولوش غادي نخلي لكم الرابط. كتورك عاوتاني على الوصول الى النموذج او الريجسترار، كتورك صافي كتدخل كتعطي المعلومات ديالك الشخصيه، واش انت والعائله ديالك، الاخوه اللي كيدو معاهم قطوطه ولا كلاب، فاعطينا هنا واحد المعلومه، الا كان معك شي حيوان يعني فخص يكون بوريقاته، يكون حتى هو داير شي الباكسان ديال الامراض ديالو الى اخره، راه حطيناه هما يعني الوثائق المطلوبه ديالو. داك الباسبور ديال الكلب ولا ديال القطه ولا هذا خصو ضروري يكون، لان كنعرفوا بزاف ديال الجاليه كيكونوا يعني تا هما مربين شي قطيط الكلب كيديه معاه للمغرب، وفاش بقاو حاصلين يعني حتى في الرجوع ولا انهم يعني بحال كيزيدوا شي وثائق طبيه خصها تكون يعني دارت ليه. فهو هذا اخر كما كيقولوا الموعد النهائي لطلب الحج هو 4 ماي الساعه 2 مساء مع 2 ديال الليل غدا، صافي غادي تسد الحجز. اذا الاخوان حجزوا، اللي مازال ما عرفش يبارطاجي الفيديو او يلوحوا اللي عرفوا حاصل باش انه يستافد ان شاء الله من هذه العمليه الاستثنائيه ولا الترحيل الاستثنائي. اخوان ديال الدراسه
صحاب الكرادو سوبيريور، صحاب الماستر، صحاب هذا، نتوما ما تسوقوش للحدود، نتوما صايبوا الدوسي ديالكم ودفعوه، صايب الدوسي ديالك ودفعوه. علاش؟ لان في هذه الحد الاستثنائيه دائما كاينه بلاصتك، ولو تسد الحدود حتى 2030. صحاب الدراسه، حيت انا كيسولوني صحاب الدراسه بزاف، صحاب الدراسه الخوت، دفعوا الدوسي ديالكم، ما عندكمش علاقه تسد الحدود ولا تحل، دفع الدوسي ديالك. الا تقبلتي راك كتجي انت من اول الناس اللي كيكون الترحيل ديالهم. اذا نتمنى لكم تيسير. كان معكم مصطفى البارودي، نتمنى نكون وضحنا لكم هذه الامور، ومع السلامه. ونتمنى بدنا ترجع فيزا ديال السياحه، لان كنعرف بان مساكن بزاف ديال المغاربه باغيين يدفعوا الدوسي ديال السياحه. وان شاء الله انا عندي امل كثير، وفق يعني الدراسات اللي متبع ديال الجرائد والاخبار والتصاريح ديال الحكومه الاسبانيه، وهذا اسبانيا راه غادي تعطي تاشيرات وواجده باش انها تربح، يعني تربح اقتصاديا من هذا الصيف هذا ديال 2021، لان يعني الضرات في العام اللي جات. المهم تحياتي لكم، كان معكم مصطفى البارودي الخوت. ما تنساوش الجيم بارطاج، اللي مازال ما ابونيش تابونا، فعل زر الجرس باش يوصلك الجديد. كان معكم مصطفى البارودي، مع السلامه وحياكم الله.